فنان من طراز مميز بزغ نجمه في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وعرفته الجماهير بملامحه المصرية وأدواره الجادة، حجز مكانه ضمن نجوم الصف الثاني الذين يثرون الأعمال الفنية. شغفه بالفن دفعه للدراسة في معهد الفنون المسرحية ليحصل على البكالوريوس ثم الدكتوراه. إنه الفنان الراحل خليل مرسي الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته.